عايز اسالكوا سؤال، محمود علاء وباهي المحمدي في القائمه في خط دفاع منتخب مصر في هذه القائمه عشان هم احسن من اللي موجودين ولا عشان هم ليهم خبرات دوليه؟ لا، عشان احسن الوحشين بالظبط، مش احسن الموجودين، احسن الوحشين اللي في الدوري. مش وحشين يعني تتقال ازاي، يعني هم افضلهم، بس محمود علاء لغايه لسه دلوقتي لا يشيل منتخب مصر ولا باهر، معلش يعني حتى لو لا قدر الله حد من اللعيبه دي صابت، بس انا بقول الماتشات دي تجربه. بس انت راح لبلجيكا صح؟ طب بمناسبه بلجيكا، لو سالتكم مين صناع الدفاع في مباراه بلجيكا يبقى مين؟ هو دلوقتي انا لو رايي والونش مصاب، انا لسه عندي لعيبه بيراميدز ولعيبه فيوتشر والمحترفين احمد حجازي ده هيرجعوا حجازي هيلعبوا ماتش بلجيكا لا طبعا. هو هيبقى حجازي وعبد المنعم، مع عبد المنعم مش هيلعبش عشان الاصابه وعمليه. طيب تفتكر الحجازي ومتولي يعملوها سوا؟ لا الاثنين المشكله الاثنين شبه بعض. بالظبط، السرعات بتاعتهم هتبقى صعبه. هو المركز ده يا كريم صعب جدا في مصر كلها. طب ايه رايك في حسام عبد المجيد؟ لا يعني ما يشيلناش؟ هيبقى مين؟ حجازي ومين؟ حسام مع عبد المنعم صغير زيه ولعب. انا رايي حسام يديله جراء. طب احط لكم اسم تاني في الورقه دي وقول لي برضه يعني تحطه في اختياراتك. علي جبر؟ لا صعب. طب هو ضمه؟ هيرجع برضه منتخب. انا من ممكن. صعب عنده الترنات وسنه، فصعب جدا اتنين كبار يلعبوا. انا بقول لك هو ممكن كان بيلعب حجازي ومنعم، ممكن يخلي حجازي وحسام، عارف واحد كبير واحد زغنطط بيجري. انا ده في رايي حجازي وحسام عبد المجيد.